أخيرا حسابي بالإنستغرام توثق الحمد لله. بقول لكم قصة حسابي هذا شنو صار فيني في البداية. في البداية أنا كنت من الضحيات الأولى اللي كانت تسلم المبلغ قبل التوثيق، فنصب علي. فلما نيت أطالب بفلوسي سوالي مشكلة في الحساب. هذا المشكلة اللي صارت في الحساب ما في أحد أنا ما كلمته إنه يحلها لي، وما عرف دور خمسة يا يسوي الحديد، ما حد عرف. لين دش علي شخص من العراق وقال لي أنا راح أحلها وسواها، وفعلا مثل ما قلت صاحب الحساب الأول اللي بقي وثقه بسوي لي مشاكل في حسابي عساس ما يتوثق، ومشاكل شايدة مو مشاكل صغيرة. فالحمد لله حلها. تذكرون ذاك اليوم يوم الناس حسابهم تهكر؟ هو ما تهكر، هم هكروا الحساب نفسه شركتهم. كل الفيتامينات اوكي؟ تمام الحمد لله. ارتفع عندي الحديد، قالوا لي ما تحتاجين سته بس خمسه، يعني جلستي اليوم واسبوع الجاي يعني. صح، بس باجي لي جلستين الحديد اليوم واسبوع الجاي يعني. الحمد لله هذه نتيجه فحص الدم الحديد والفيتامينات شلون كلها اوكي؟ ايه، الهيموغلوبين تبعك اوكي، والحديد اوكي، ومخزونه اوكي، كل شيء عندي اوكي الحمد لله يا رب. فخليني اقول لكم قصه هذاك اليوم. فالناس حسبالهم اكاونتي تهكر ودشوا علي الاوادم، الهام اكاونتش تهكر. انا ادري ما تهكر، ادري هو يعني كنت مسلمه الريال الشغل وقال لي 10 ايام ما قصر. اليوم انا الاربعاء اللي طاف صار هالحكي، اليوم انا اي احط الدرب شوفوا نفس هاليوم انا كلمني الريال، انا هني كنت بالمستشفى قاعده احط الدرب، كان يوم اربعاء واليوم ثلاثه، قال لي 10 ايام، حتى ما صار 10 والله ما صار حتى اسبوع. المهم يوم دشتك هكر مثل دشه ونظفه، سالنا قال هذا مسوي وايد مشاكل في الاكاونت. الشخص حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، هذا أذى حتى أكاونتات مشاهير وايد، ترى مو بس أكاونتي. بسوي فيه مشاكل اللي لدرجة أنا من عقبه 4-5 أشخاص يدشوني بيسوون أكاونتي. حتى أنا يوم قدمت وفتحه وباب التسجيل مو راضي يصير. يا رب وش معنى أكاونتي؟ أتحلطن، يبا ما عندي وهمي، ما عندي، ماني نوع اللي يشتري، ماني هذا، ما احنا ياها، ليش كذي ابو 100,000 تهك يعني شنو فيه؟ طلع هذاك لاعب لعب في الاكاونت، الله لا يوريكم، اللي لما هناك الشركه يطلون باكاونتي يحطونه على كتر كذي، ما اقدر اقول شنو مسوي يعني، وحتى قلت اسرار المهنه. المهم طويلين العمر، اللي ذاك اليوم يوم تهكر مده صغيره كذي دشوا انفضوا اكاونتي، انفضوا صلحوا عدلوا شالوا الخرابيط اللي مسويها. الحمد لله الحين اسبوع توثق. انا وايد اشكرك، هذا الشخص من العراق وثق حق كم مشهور. اي واحد عنده عقده في اكاونته نفسي، انا من شهر 2 اللي طاف يعني الحين قريب يصير لي سنه، وانا من لويا ليلويا، الله لا يوريكم. شكرا، حتى والله ما اعرف اسم الشخص. شكرا يا اخوي يا عزيزي، بيض الله وجهك، ما قصرت. شكرا. تو مطرش فويس بستانس وايد، يقول انا ما كنت اتحدى احد، انا اتحدى نفسي، لانه يقول انا هالحساب ايش كثر تعبني، ما ابي اقول لك على قولة حكيهم الحلو، ما اريد اقول لك شنو مسوين مشاكل هوايه، مسوين بالحساب مشاكل هوايه، ما قصرت واي، وانا احبكم هوايه هوايه. انا وايد فرحانه، مالكم الا هو.